روح يلا روح يلا روح يكشي يطلع لك شبح في المقابر هذه ياكلك انت والبيان اللي في يدك ده وتر وتر يا ستار يا ام يزيد يا زوجتي تركتيني وحدي وحدي تركتيني والله نفس المعنى ايش هذا قصر الكلام بعدك انا صرت وحيد في الدنيا والله وحيد انت مش لوحدك يا فواز انت مش لوحدك اخويا ليك اخ بيحبك يا حبيبي لا عفريت 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 مين انا اخوك فوزي جيت لك من مصر عفريت مصري تركت مصر وجيت للدبي يا عفريت مين خش في حضني ولحمك اخويا اعوذ بالله ادعوا لي جاني جني قصير مصري قال لنا اخوك فواز جاني والله ريته والله ريته لا انا لازم اكلم الدكتور بسرعه شكلها حمى لا بد من كم هذا يا نهار اسود اخويا هيضع مني ده انا ما عشرتش غير ربع ساعه يا فواز عشرت ربع ساعه هضيع في الارض يا اخويا ما تخافش يا حبيبي انا اخوك فوزي اللي كلمتك في التليفون يعني انت مش عفريت ولا عفريت وبيتكلم في التليفون طب بذمتك في عفريت يلبس قميص بثمان زراير العفريت قمصان وفيها 40 زرار تبقى لص وحرامي وانا الحين وراس ابوي لبلغ شرطة العفريت كده برضه فواز يا اخويا بدل ما تفرح بالسر اللي استخبى عني وعنك السنين دي كلها وتاخدني في حضنك مره تقول عليها عفريت ودلوقتي تقول عليها حرامي ده انا وانت نازلين من حزقه واحده فواز ده انت التوينز بتاعي يا انت يا قصير انت التوينز حقي وتقول نزلنا من حزقه واحده انا تذكر وانا جالس في الحزقه ما كان في حد جالس وياي وبعدين هيرو فواز ये तुम्हारा जोरवा भाई है बचपन से आप दोनों बिछड़ गए थे आप यहां और तुम्हारा भाई उधर कायरो में और मैं لقد كنت أتحمل مسؤولية واحد شخص الآن سوف أتحمل مسؤولية اثنين شخص काहे रोकत डगर प्यार दलाल मेरो काहे देखत सब नारी मोए दे ولا فلس يعني يا رجل انت هم العيال اللي هو في ده كله قالوا منين يا فوزي لا بد أن تفهم هذا الورث من الست التي ربته أضف إلى ذلك ورث المرحومة زوجته لا بد أن تفهم بقول لك يا رجل أنت الكلام ده كله مش داخل دماغي علي النعمة أنا ممكن أقطع صوابع إيدي ورجلي وأملأ لكم البيت ده عقل صوابع تمشي تلخبطكم أنت ما تعرفنيش لقد تذكرته أيوة كده هو لازم أقطع نفسي عشان تتذكرته قول لقد ترك لك أبوك ثلاثة بدلة واثنين قميصين ثلاثة بدلة واثنين قميصين ما سابش شرابات والشماعات اللي كان فيهم الثلاثه بدله والقميصين سابهم ولا لا بقول لك ايه يا عم خان انا كنت بهزر معاك انسى كل اللي انا قلته اوعى تفتكر يا عم خان ان انا جاي عشان فلوس ولا ورث فواز ده لحمي يا جدع اخويا لا بد ان تفهم اسود الراجل الهندي ده بيعمل ايه يكونش جايب واحده من بنجلاديش مصاحبها هنا الهنود بيحبوا البنجلاديش دي ان شاء الله مع انهم حبوا بعض جمانة ايش هذا الصوت ديك تكتم في الصباح خان حزم لها الفنجان يمكن يرقص كلكم تدرون ما احب الصوت عالي في الصباح بيعصبني بدي هدوء سوري مستر فواز ويا مالي الشام والله يا مالي طال المطال يا حلوه تعالي ايه مائده الرحمن دي صباحنا عسل ملزق في السندوتشات
يا فوزي صباحك فل حبيبي، نورت بيت ابوك يا اخوي. يلا عينك في الصحن اللي قدامك. بالنسبه فوزي انا كنت عايز اتكلم معاك في عده مواضيع مختلفه. يعني ايش نتكلم؟ انت ما تستحي على وجهك؟ ما شايفني افطر ولا شيل فطور عشان سيادتك تتكلم؟ يلا تعال يا شباب شيلوا السفره عشان الباشا بده يتكلم عالصبح. نور بيت اخوك يا فوزي. وانت كنت بتعمل امبارح يا قط؟ ابي ارباب كسامي كوتش مطبول نيا ربك يا بولتايا بريك ابو تايا بابا تيرا ما تقلبش فيها بتبة شم فجأة. كنت بتعمل ايه؟ يا نهار اسود، ده الاكل هنا فعلا محتاج جلاليب. انا هفتح سوسته البنطلون مش قادر، كرشي نزل في وراكي. هعمل ايه؟ مطلع تنفجر يا دي الجنان ده، وماشي تتحنجل كده؟ فيش صباح الخير يا عمي. الواد ده حدواني قوي، الواد ضربني بالبنيه. جود مورنينج داد. جود مورنينج يا زيد. داد انت وعدتني انك هتيجي معايا في البيرنتس داي الاسبوع اللي جاي. يا حبيبي كبرت يا حبيبي ورحت المدرسه، ونفسك ابوك يجي وياك. مين حبيب بابا؟ يا زيد. مين روح بابا؟ يا زيد. مين عقل بابا؟ يا زيد. والله ما انا رايح وياك، روح عني. دخلت علي دخله واحده خسرت مليون دولار، نفس امك الله يرحمها كانت تدخل تخسرني. رحمه الله عليك يا ام يزيد. دار بس انا كل اصحابي اهلين هيجي معاهم في البيرنتس دي، اشمعنى انا؟ ولد تكلم زين ويا ابوك. يلا روح. حرام كده مستر فواز. يا زيد استنى يا حبيبي. ده والله غبي، والله غبي. كان في زيتونه كنت اموت عليها. بقولك ايه، ما تعرفيش ال 3000 درهم في دبي يعملوا كم درهم في دبي؟ ايه لا شكلك مالكيش في دبي. المهم صباح الفل. سك ايه ده؟ حسنتك يا جمانه. مالك يا فوزي حسنتي ايه؟ اشربي شاي. شاي مش عايزه شكرا. خلاص ربنا يخليك يا فواز، اول مره اعمل شوبينج. اول مره تعمل شوبينج؟ لا قصدي الاسبوع ده، اصل لازم كل اسبوع اعمل شوبينج من الجمعه للجمعه. انت عارفه لو جه عليا سبت من غير ما اعمل شوبينج ارجع الاربع على طول تلاقيني. تعالي. مرحبا. فين؟ ايه رايك بقى ندخل نجيب الحاجات اللي انت عايزها؟ لا 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 انا اجيب الحاجات دي؟ لا الاذواق بصراحه بيئه وبلدي موت. يعني بص القميص وبنطلوني، انت تعرفي الفرق؟ لا 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 بقول لك ايه، انت بتتكلمي مصري حلو قوي. انت مصريه؟ لا انا من اصول ايرلنديه، بس بقالي سنين عايشه في الخليج وبتكلم مع المصري مصري ومع الخليجي خليجي ومع اللبناني لبناني ولغات اجنبيه كتير كمان. مية مية انا كده برضه بتكلم مع المصري مصري ومع الاسكندراني اسكندراني ومع الفيومي فيومي ومع الفكهاني منجاوي. قشطه يعني قشطه. مستر فوزي حضرتك جاي تشتري ولا ترغي؟ لا بصراحه انا جاي ارغي بصراحه. بس انا فرحان فرحان بصراحه، المول حلو قوي. انت ما قلتليش صحيح بقالك قد ايه بتشتغلي مع اخويا فواز؟ بقالي تقريبا 3 سنين. تعرفت عليه في اوروبا ومن يوميها وانا بشتغل معاه. 3 سنين؟ ده اخويا فواز ده غبي جدا، ما فكرش مره في 3 سنين يعرض عليك الجواز او على الاقل يتهجم عليكي. ايه لا سوري اصل انا صريح شويه، انا بقالي معاكي 3 ساعات ونفسي اعمل كده بصراحه. اصل مستر فواز راجل محترم وهو وفي جدا للمرحومه مراته. طب ما انا محترم ووافي جدا للمرحومه امي، من يوم ما ماتت ما حنتش لاي ام. سيبك من الكلام ده، سيبك، انا نفسي اوريكي اللبس الجديد عليا. إيه هتنبسطي قوي. فوزي ايه ده؟ هلبس. لا مش هنا يا فوزي. مش هنا ايه؟ وفي حد فيهم دفع لي فلوسه؟ ايه اللي مش هنا؟ لا فوزي والنبي، دي فلوسي. الله فوزي والنبي. مش انت بس، انت مش فاهمه حاجه. ايه ده؟ انت مش فاهمه حاجه، اسكتي. مش عارفه ليه قلت لك الكلام ده، يمكن عشان فيك حاجه خلتني كده ارتحت لك. هي نظراتي، انا عارف نظراتي فظيعه. لا كده انت فاكك عفوي هلهطه يعني. يا بنتي انت مش عارفه بتكلمي مين. انزلي الدقي، انا من معالم الدقي زي كوبري الدقي بالظبط، من معالم القاهره. انت عارفه برج القاهره ده؟ انا هو دفعه واحده، هو ما شاء الله كمل وانا مش عارف ايه اللي وقفه. في حاجه غريبه، انا بغرق ولا ايه؟ انا حاسس ان انا بغرق. انا بغرق يا الله يا جمانه. شوفي لي غطاس تاني. دوله اوروبيه نحط لها نقطه تدينا اسم عالم ذره. ها يلا. ها مش عارفه. لا فكري ايه اللي مش عارفه. فكري. دولة أوروبية نحط نقطة تدينا اسم عالم ذرة. طب قولها والنبي. هاخد 100 درهم. اوكي؟ اوكي. قطر نحط لها نقطة تبقى قطز. هو قطز عالم ذرة؟ ويعني هي قطر دولة أوروبية؟ حلوة صح؟ طب قول واحدة تانية. ما بتعرفيش حاجة. والنبي. واحدة؟ 200 درهم. اوكي. ها؟ ليه القوطة؟ الطماطم، عارفة الطماطم؟ قليلة الأدب. ها؟ عشان حمراء؟ لا. ها؟ عشان مدورة؟ لا. ها؟ طب ايه؟ عشان بترقص في الخلاط. والله ايه؟
بقولك ايه؟ بقولك ايه؟ انا عايز اسالك على حاجه. اشيل الحاجه ديت ولا تقل من قيمه البضاعه؟ ما انا بقول لك شيلها. لا خليها خليها. بقولك ايه، ممكن اسالك سؤال؟ هو انت ليه ما فكرتيش في الجواز لحد دلوقتي؟ هو انت في حد غرغر بيكي ولا انت معقده؟ غرغر؟ انا اسف اذا كنت بتدخل في ملابسك الشخصيه. نعم؟ قصدي الداخليه، انا متلخبط. مالك يا فوزي؟ ما تنقلتيش اتجوزتي ليه لحد دلوقتي؟ ما بفكرش في الموضوع ده. فوزي، انا اتربيت في ظروف صعبه. بابايا ومامتي ماتوا فقرا جدا وسابوني لوحدي. عارف يعني ايه تكون محتاج حاجه وما تعرفش تجيبها؟ تكون محتاج اكل ما تلاقيش تاكل؟ كل ده يخليني ما عنديش استعداد ان اخسر اللي وصلت له علشان حب وجواز وخلفه. عرفت بقى ليه مش عايزه اتجوز؟ ياه، ده انت تافهه قوي. نكدتي عليا وعلى اللي جابوني. انا مالي عايزه تاكلي ولا ما ان شاء الله عنك ما طفحتي. ايه النكد ده؟ اكسكيوز مي. هلو هلو. شايفه العيال المفرفشه اللي تفتح النفس؟ عن اذنك هروح اكحت النكد اللي عملته لي. اوكي. يا بنت الحلال قلت لك الزغزغ. يا أم قال قلت انا الزغزغ. الله ملعونة الله ملعونة. انا قلت لك انا الزغزغ. يا بنت انا اتعب. انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ انت مش فاهمه. يا زولا اوراق سليمه، ليش ما بعتوا شحنه الادويه من الدنمارك؟ مش عارف يا فندم، انا حاولت كتير اتصل بمستر روجر مش عارف اوصل له. اسمع يا جو، الدواء هذا لازم يوصل المستشفيات في اسرع وقت. يا ماما يا بنتي، مو انت اللي سريعه، هم اللي سرعة. انت شوي شوي، اصبعي عصبي يا بنت. تدري يا جو، اصحى. تدري يا جو، انت وجمان اللي اقنعتوني بهذه الشركه، انا ماني مرتاح منها من زمان، وعقدها معقد وشروطها معقده. ماما شوي شوي، انا اللي المس بطن قدمي والله تلاقي كتافي تور تور. بس توكيل الدواء ده يا فندم كان مكسب كبير قوي لشركتنا، وسعادتك شايف الطلبات عليه قد ايه؟ اسمع اقول لك، انت فك اصابع رجلي اليسار، خذيها وياك وركبيها بعد الميتنج. يلا يلا امشي 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 امشي. اسمع يا جو، انا ادري كل كلامك، اطلبه لي على التليفون. حاضر يا فندم. الصراع الدموي في العراق وفلسطين مرورا بلبنان، هل هي حرب للتصدي للمشروع الامريكي في المنطقه؟ كيف ستتعامل يا بنتي؟ كفايه اللي بنشوفه ده، دمنا بيتحرق. ما كل يوم بنتفرج على المناظر دي، في حد بيتحرك ولا في حاجه بتتغير؟ هو بقى لنا كام سنه كل يوم تتاخد مننا قطعه، كل يوم تتاخد قطعه. انا حاسس بعد كده هيعملوا اوفر، اللي ياخد قطعتين ياخد قطعه هديه. اه والله الشعوب العربيه عيني حالها عامل ازاي دلوقتي؟ النص جاله السكر والنص التاني مش لاقي يشتري السكر. سيبك من الموضوع ده وخلينا في علاقتنا. علاقة ايه مستر فوزي؟ لا 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 بلاش مستر فوزي، شيلي الالقاب بقى. يعني قولي لي يا استاذ فوزي، يا فوزي بيه، لعلمك انا عادي مش معقد. اوعى. ايوه كده، فرفشي فرفشي كده. علاقتنا مش المفروض تتطور شويه؟ نطورها ازاي يعني؟ يعني استلطاف، استظراف، اغتصاب. هي فهمتني غلط ولا ايه؟ أبو شامة وعلي